أشرف أبو دراما من اليسار قدم هذه التشكيلة جون وجمال أرجو بدر بالهرود. هالنواقص أمامية منقولة في المنتصف الآن، محاولة من قبل خالد ناش ماشي بالكرة، ربما يعرض بما يفكر خالد، أرضية نقلها التسديدة في السنوات الأخيرة وفي دعم ومتابعة من قبل محافظ حفر الباطن، منقولة ملعوبة في المنتصف، المحاولة الكرة الآن حميد جاوشي في حفر الباطن بين فريقي القيصومة. من الجولة التاسعة في الأمس أقيمت مجموعة من المباريات، انطلاقة الآن لمصلحة خالد ناش لاعب فريق القيصومة، منقولة الآن عند خالد ناش صاحب 28 سنة الجزائري اللي سبق وأن مثل شباب الدير 28 سنة، والكرة الآن منقولة، التغطية الدفاعية في منتصف الملعب لمصلحة فريق العين العانى المرور، نقلها الآن في المنتصف ملعوبة منقولة، لا تزال الكرة عند لاعبي فريق القيصومة عند سلامة إلى خالد ناش أمامية ملعوبة إلى محمد، لا تزال الكرة عند جورجي إلى خالد ناش نقلها الآن عند خلكم بأنه هذا اللقاء التاريخي الثالث الذي يجمع بين حارس مرمى فريق القيصومة في اللقطة كرة ملعوبة. كنت أتحدث عن اللقاءات التاريخية اللي جمعت بين ثاني لقاء معاذ عفانة وسجل هدفين للقيصومة، وجهة اليمنى الشمراني نقلها أمامية ملعوبة لمصلحة حميد إلى خالد ناش بعد فريق القيصومة، لعب الكرة الآن إلى أشرف علاء المرزوقي كرة بعد فريق القيصومة جورجي إلى خالد ناش نقل في الجانب الأيمن، واقص إلى خالد في المنتصف، خالد إلى لمصلحة سليماني إلى خالد نقل إلى محمد الضفيري، دوري الأول يأتي الدرجة الأولى للمحترف، تصل عند خالد السبيعي إلى حميد جاوشي إلى خالد ناش، بعد الكرة الآن إلى خالد ناش للقيصومة، خالد ناش يحاول المرور، نقلها الآن إلى السبيعي، التعودة عند محمد الضفيري إلى أشرف أبو دراما، أشرف أو إلى خالد ناش يحاول المرور، نقلها الآن إلى أشرف أبو دراما، إلى أشرف أبو دراما منقولة أو إلى خالد، قيمة يوم أمس في دوري يلو لأندية الدرس في الجولة الثالثة، وكانت لقاءات المباريات انتهت على النحو التالي، القانبية مجموعة من المباريات أقيمت قبل هذه المباراة، الكرة الآن عند حميد جاوشي يحاول المرور، حصلها جاوشي سدد جاوشي، مباراة القيصومة في المباراة التي تقام في الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الآن، عادت الكرة للعين منقولة، أشرف أبو دراما حصل على الكرة أو خالد في الجانب الأيمن، واقص إلى خالد في المنتصف، خالد إلى ورد سلام المرور، لا تزال الكرة الآن عند خالد إلى محمد ورد سلامة إلى خالد ناش، خالد ناش إلى مرمى تونس، فالكرة الآن منقولة عند خالد ناش يحاول المرور، خالد في خروجه من أرضية الملعب في اللقطة الماضية، الكرة ملعوبة دفاعية قبل الكرة الآن وصلت عند خالد ناش لاعب القيصومة، خالد ناش إلى الهدف 88
98 و2001 يحاول المرور أول حميد جاوشي، حميد جاوشي إلى خالد ناش، خالد ناش نقل الرياض يأتي 17 دون نقاط، وكذلك العين دون نقاط، والكرة الآن خالد إلى مهنا واقس للكيصومة في الجانب الأيمن، مهنا لعبها وكرة المرور جورجي إلى خالد ناش، خالد نقل الكرة الآن، كرة منقولة ملعوبة لمصلحة فريق ياسر سعيدان في اللقطة الماضية إلى مهنا واقس نقل الرابية الجانبية، نقل الكرة لعبها إلى الأمام إلى خالد ناش، أمامية إلى محاولة العين مقطوعة الآن في الدوري الدرجة الأولى، أنت فوز أحد باثنين مقابل لا شيء، اللقاء الثاني أنت اثنين يدخل إلى أرضية الملعب التغيير الرابع.